السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم هو 7/2/2023 سنة 2023. مثل ما تشاهدون هذا هو صروح النحل نهار اليوم، صروح جيد جدا كما تشاهدون، وهناك حبوب لقاح تدخل للخلية وهذا جيد جدا، ومع إشراقة الشمس وتحسن الأجواء لا مانع أن نذكر الإخوة المتابعين بتقديم المحلول السكري. إذا كان هناك تحسن للأجواء في منطقتك فأنصحك بتقديم المحلول السكري، فالموسم يعني موسم النشاط قد بدأ، يعني رغم يعني أننا مررنا بفترة باردة جدا مع تساقط للثلوج والبرد، يعني هناك انخفاض لدرجات الحرارة والنحل يعني تراجع نوعا ما، يعني هناك تراجع في كل الخلايا، ليس هناك خلية لم يحدث فيها تراجع، وهذا طبعا أمر عادي وذلك راجع لانخفاض درجات الحرارة كما ذكرت. ولكن الآن مع هذا الصروح ينبغي تقديم المحلول السكري حتى يستعيد النحل نشاطه، ومثل ما شاهدنا في الفيديو السابق ليس هناك أي نشاط للملكات خلال فترة البرودة، يعني ليس هناك لا بيض ولا يرقات، يعني توقفت الملكات كليا، لكن لا شك أن الآن ستعاود الانطلاق، يعني رغم وجود قليل من الرياح لكن هناك صروح للنحل كما تشاهدون، هناك يعني هبوب للرياح لكن النحل ينشط. هو يعني كما تشاهدون هناك هبوب للرياح لكن لا بأس، النحل نشط جدا والحمد لله. وها هو الدبور، ها هو يعني لا يزال هناك نشاط للقليل من الدبور، رغم أنني قضيت على عشر الدبور القريب من المنحل، لكن لا شك أن هناك، ومثل ما تشاهدون يعني قد هجم على نحلة ويريد أخذه. هذا ما أردت التذكير به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.